هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. إنما بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على أغلب الأنحاء. كمان في شبوره مائيه الصبح على بعض الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه المؤديه من والى مناطق من القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا دلوقتي نعرف تفاصيل اكتر عن حاله الجو النهارده من الدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه لميا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك. اهلا بحضرتك، وطمنينا عن حاله الطقس النهارده واهم الظواهر الجويه اللي ممكن نتعرض لها على مدار اليوم. احنا طبعا في استمرار الاستقرار في الاحوال الجويه في معظم محافظات الجمهوريه، تعتبر درجات الحراره حول المعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام، اللي متوقع فيها ان العظمى على القاهره الكبرى تكون 24 درجه مئويه خلال فتره النهار، ده المعدل الطبيعي لبدايات شهر 12. فبالتالي احساسي بالطقس هو طقس خريفي، نقدر نوصفه لطيف جدا ودافي فتره النهار على السواحل الشماليه، محافظات الوجه البحري، القاهره الكبرى، طقس معتدل على شمال الصعيد، مائل للحراره على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده فترات النهار وتحديدا في فتره الظهيره، لان كمان في زياده لفترات سطوع اشعه الشمس، يعني ما فيش اي سحب مؤثره نتيجه تاثر البلاد بوجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا. المرتفع ده احنا متاثرين بيه لحد كام يوم كمان؟ يعني هو الاستقرار في الاحوال الجويه مكمل معانا حتى منتصف الاسبوع ان شاء الله، يعني لحد يوم الثلاث في استقرار في الاحوال الجويه، يعني حتى كمان لو في منخفض جوي ممكن ياثر مع منتصف الاسبوع بامطار على المناطق الساحليه، فهتبقى فرص امطار خفيفه غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه. فاللي مخلي في استقرار في الاحوال الجويه التوزيعات الضغطيه زي المرتفع الجوي، هيكون معانا لحد يوم الاثنين استقرار في الاحوال الجويه، درجات حراره حول المعدلات، يمكن كمان متوقع غدا وبعد غدا تكون اعلى من المعدل بحوالي درجه لدرجتين. لكن فترات الليل مع غياب اشعه الشمس طبعا بيكون في انخفاض في قيم درجات الحراره، بس بدا الانخفاض ده يكون ملموس بشكل كبير وملحوظ، وخاصه في فترات الليل المتاخر فترات الصباح الباكر، صغرى فتره الليل على القاهره الكبرى بتوصل ل 15 درجه مئويه، محافظات شمال الصعيد بتوصل احيانا ل 10 و9 درجات، كمان في بعض المناطق من وسط سيناء بتكون اقل من 9 درجات. فبالتالي اجواء فتره الليل هي اجواء من مائله للبروده الى بارده في معظم محافظات الجمهوريه، وخاصه المحافظات اللي هي ظهير صحراوي بشكل كبير، المدن الجديده، الاماكن المفتوحه بشكل كبير بتحس بالبروده اكتر نتيجه جفاف الكتل الهوائيه. بالاضافه كمان الظاهره الجويه المؤثره بشكل كبير في حالات الاستقرار في الاحوال الجويه طبعا الشبوره المائيه اللي بتظهر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبة من المسطحات المائية، وبتؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية فترات الصباح الباكر، لكن هي سرعان ما بتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، يعني مع الساعة 7-8 صباحا الشبورة المائية بتختفي، الرؤية الأفقية بتكون اتحسنت على أغلب الطرق. كمان اليوم متوقع مع فترات المساء ودخلنا في فترة المغرب وساعات الليل هيكون في نشاط نسبي للرياح، نشاط رياح ده على القاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وسواحلنا الشمالية، هيؤدي لمزيد من الإحساس بانخفاض قيم درجات الحرارة. هل الرياح دي مصحوبة برمال وأتربة؟ لا الحمد لله، الكتل كلها غير مثيرة لأي رمال وأتربة، فقط هي اللي هتخلينا نحس بمزيد من البرودة وانخفاض قيم درجات الحرارة. هي الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير، الظواهر الجوية الموجودة مش هتأثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية أو ممكن تكون مؤذية لأي حد، بس هو لازم ناخد بالنا من فرق درجات الحرارة بين فترة النهار وفترة الليل. إحساسنا بالدفء بالنهار ممكن يخلينا نغير نوعية الملابس، إحنا بنأكد لو إحنا بنخرج فترات الصباح الباكر أو بنرجع من أشغالنا فترات الليل متأخر لازم ملابس شتوية، لازم نصحب جاكيت عند الخروج، وطبعا لازم المتابعة المستمرة للنشرات الجوية لأن الخريف دايما بيحصل فيه تقلبات جوية حتى أسفلي. خليني أسألك كمان على حركة الملاحة البحرية على البحرين ونسبة الرطوبة النهاردة كام في المية؟ هو طبعا خلينا نتكلم الاول عن نسب الرطوبه، احنا بتاثر بالكتل الهوائيه معظمها في الاصل كتل جايه من مناطق صحراويه، فنسب الرطوبه مش مرتفعه بالشكل الكبير، خاصه كمان مع وجود نشاط نسبي للرياح يخلينا ما نحسش بوجود نسب الرطوبه الموجوده في الجو، فهي لا تتجاوز ال 80% على المناطق الشماليه اللي هي السواحل الشماليه او الوجه البحري والقاهره الكبرى. كمان ده فترات بيكون فترات الليل، فترات النهار لا تتجاوز ال 40 او ال 35%، فبالتالي نسب الرطوبه معتدله بس في بعض العوامل او الظواهر الجايه اللي ما تخليناش نحس بنسب الرطوبه، خاصه مع انخفاض قيم درجات الحراره.
بالنسبه لحركه الملاحه البحريه، في اعتدال كامل في حركه الملاحه البحريه، ارتفاع امواج على البحر المتوسط ما بين 1 إلى 1.5 متر، البحر الاحمر ايضا ما بين 1 إلى 1.75 متر، فبالتالي حركه الملاحه البحريه معتدله تماما، البحرين مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. التباين الكبير اللي في درجات الحراره، الصبح بيبقى جو شويه دافي وبالليل بيبقى برد شويه، نلبس خفيف شويه الصبح ونلبس تقيل شويه بالليل، كلمينا عن يعني ادينا زي توصيات كده او نصايح علشان الناس ما تصابش بنزلات برد. هو بالفعل احنا دايما فترات النهار بنحس بالدفء، نيجي لفترات الليل نحس بالبروده، ويمكن ده طبيعه في الوقت ده من السنه، ان مع حالات الاستقرار في الاحوال الجويه لما بقاش في اي سحب مؤثره دايما فتره النهار بتبقى فيها زياده لفترات سطوع اشعه الشمس، مع اشعه الشمس بحس بالدفء، نيجي لفترات الليل مع غياب اشعه الشمس نحس بالبروده، يمكن كمان زي ما قلنا في الاول الكتل الهوائيه اللي بيبقى نسب الرطوبه فيها مش عاليه بالشكل الكبير بالليل بنحس فيها بالبروده اكتر، فبالتالي لازم نرتدي الملابس الشتويه على مدار اليوم كله، وكمان واحنا خارجين لازم نصطحب معانا الجاكيت، لان احنا في فتره الصباح الباكر او في فترات الليل المتاخر هنحس بالبروده بشكل كبير، فلازم ناخد بالنا من نوعيه الملابس واستمرار ارتداء ملابس شتويه، ويكون معانا كمان جاكيت، لان لو حسينا بالبروده اكثر نرتدي الجاكيت ده عشان ما نصابش بنزلات البرد، دي اهم نصيحه في الوقت ده من حيث نوعيه الملابس، وطبعا متابعه النشرات الجويه تخليني اكيف نفسي واتاقلم مع اي ظواهر جويه مختلفه خارج البيت لما اتابع النشره الجويه بشكل يومي. شكرا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. مشاهدينا دلوقتي تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة العظمى فيها 24 والصغرى 15، العاصمة الإدارية 24-15، اسكندرية 24-13، العالمين 24-13، مطروح 23-12، دمياط 23-17، بورسعيد 23-18، الإسماعيلية 25-13، السويس العظمى فيها 25 والصغرى 14، العريش 23-14، كاترين 22-3، طابة 23-14، حلايب 27-20، شلاتين 28-21، شرم الشيخ 28-19، الغردقة 27-17، الفيوم العظمى فيها 25 والصغرى 10، بني سويف 25-10، الوادي الجديد 28-10، أسيوط 26-8، سوهاج 27-10، قنا 28-11، الأقصر 29-12، وأخيرا أسوان العظمى فيها 30 والصغرى 15. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية.